اسم كبير آخر في تاريخ نادي الزمالك، اسم رائع حصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك نحتفل معاه، هو الكابتن الكبير كابتن محمد أبو العلا. يا كابتن محمد مشرف ومنور ومليون مبروك فوز الزمالك بالدوري. كريم حبيبي عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ اصلا في الاول كده لازم امسي عليك وعلى حبيبي. كل مشاهدينك بقول لك انك وحشني والله كريم. والله العظيم وحشني جدا ومليون مبروك حبيبي. ربنا مبسوط ان اول مداخله ليك معايا في البرنامج النهارده وانا بهنيك بفوز الزمالك بالدوري. حبيبك كيمو وانا ان شاء الله قريب ابقى معاك. يشرفني طبعا. بقول الف الف مبروك لجمهور نادي الزمالك والف مبروك لنادي الزمالك الفوز بدوري، يعني برضو دوري في توقيتات مش سهله، مش اسهل شيء. يمكن كنت دايما بتكلم ان اللي بيحصل كتير مع نادي الزمالك مش ده الطبيعي في كل انديه العالم اللي بنشوفه، لكن الحفاظ على الدوري ده تاني سنه على التوالي بالظروف اللي كنا دايما بنشوفها، الحقيقه ده يعني بيثبت ان نادي الزمالك دايما نادي غير، نادي مختلف، نادي عنده قدرات. وعايز احيي اللعيبه جدا، اللعيبه دي رجاله جدا جدا جدا، مش اي لعيبه تحت الظروف دي كلها لما تجتمع عليها كل التحديات اللي كانت موجوده دي قدروا يعني يحافظوا على الوحده واللحمه والوحده الجماعيه والروح الجماعيه والاداء الرجولي. فده اكبر مكسب، ده على فكره ده السبب الرئيسي لفوز نادي الزمالك بالدوري السنه دي. صح. من الحاجات اللي يعني اللي ممكن تلمحها بسرعه جدا انه نادي الزمالك السنه دي حرفيا كان فوق كل اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه والاداريين، فوق كل الجميع. والزمالك السنه دي ما وقفش فعلا على لاعب كبير، انت بتتكلم في نجوم كبيره يا كابتن ابو العلا مشيت من الفريق، مشيت بظروف مختلفه بس هي مشيت من الفريق ورغم كده الفريق ما تأثرش. يا كريم يعني احنا لما السنه اللي فاتت جاني ساسي مشي امام عاشور بقى احسن منه. صح. موضوع غريب جدا لما ساسي النهارده السنه دي برضو بن شرقي خلاص يعني قعدوا بينتكر لازم يمشي. اللي لعب برضو مكانه زيزو لما لعب في اكتر من مكان كان يوسف اسامه نبيه. يوسف اسامه نبيه طلع بسم الله ما شاء الله. صح. سبحان الله. يعني ده انت يعني لو قلنا عدد عادي من كميه اللاعبين اللي عدناهم مش كابتن ابو العلا. كابتن ابو العلا طارق حامد لما كان بيغيب مباراه واحده عن نادي الزمالك كان بتحصل ازمه وكنت تقول الزمالك هيتعادل او يخسر المباراه ديت. دلوقتي فجاه لقيت محمد عبد الغني في النص وشايل القصه ومفيش اي مشاكل. ورؤى وشويه وامام طبعا اوباما. وبالمناسبه كنت عايز اتكلم على اوباما بعدين لما اكلمكم عليه، ان اوباما يا جماعه لعيب دوره مهم جدا جدا. محمود علاء اللعيب على فكره دوره مهم جدا جدا، يعني عشان بس ساعات بيبقى في نغمات كده بتعلى ناس مش متخصصه، فبرضه مفيش مشكله الجمهور من حقه يقول اللي هو عايزه، لكن برضه ما تسمع من ناس متخصصه تبقى ايه يعني عندك وعي اكتر تفهم ان لا في حاجات جوانب كتير وعناصر كتير جوه الفرق تبقى مهمه. انا ليه ذكرت الاثنين دول تحديدا؟ لان انا شايف بقى لنا فتره في موجه كده يعني مش في افضل حالاتها على الاثنين دول. طبعا ما قللتش من كل لعبة الثانيه، اللعيبه كلها نجوم هم كمان نجوم. اقول لك حاجه كابتن ابو العيله بعد اذنك، انه لو اوباما ومحمود علاء يستحقوا التحيه فيستحقوا التحيه، ان هم اثنين لعيبه اساسيين في تشكيله نادي الزمالك قاعدين على الدكه فترات طويله جدا وما عملوش اي ازمه واي مشكله لزمايلهم وخلوا ودعموا زمايلهم في الملعب، فده اصلا يحسب لهم قبل كمان ما تتكلم على الامور الفنيه في امكانياتهم الكبيره. وانت عندك حق كريم، النقطه اللي انت كنت سامعك بتتكلم على موضوع شيكابالا ودور الناس القياديه الكبار، خلي بالك ده دور مهم جدا 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 جدا. دور القياده. صح. القياده دي دور مهم جدا جدا، وان تنقل خبراتك للعيبه الاصغر منك وبيشوفوك انت اللي اكبر منهم او اللي عندك اكثر نجوميه بتتعامل في المواقف دي ازاي، فهو اما يبقى اصغر ولا يبقى لسه بيطلع بيشرب حاجات انت مش يعني كنادي انت ممكن تكون فاكرها بسيطه، لكن لا الامور مش بالبساطه دي. وانك تحافظ على وحده الفرقه، وخلي بالك المجموعه دي لما كل ما يدخل منهم لعيب صغير كانوا بيحتضنوه ويشيلوه ويفوقوه. لما جالهم سيف الجزيري احتضنوه وفوقوه، لما امام عاشور دخل عليهم اساسي، امام عاشور بقى سوبر احسن لعيب في مصر السنه دي هو وزيزو. انت بتتكلم على يعني على ناس عاملين ادوار كويس جدا جدا. شوف العلاقه بين محمد عبد الغني ومحمود علاء، محمود علاء والونش دي حاجات كويسه جدا جدا. عايز كمان اضيف حاجه. اتفضل. الزمالك السنه دي فكره العدل اللي موجوده من الجهاز الفني اللي عرف يعني يفرضها دي ادت رساله للجميع ان القصه كلها لو اي لعيب غاب مفيش مشكله خالص، التوفيق السنه دي كان لازم فريق الزمالك في توقيتات كتير، وده على فكره ليه علاقه بالعدل. لما تكون الامور فيها عداله من المدير الفني ويعرف يتحكم فرقته ويبقى قائد ويعرف يوزع الادوار ويعرف يستفيد من اللي بره قبل اللي جوه، يستفيد من الناشئين قبل الكبار ويعرف يوظف الكبار ويريح الكبار في وقت معين ويعني حاجات كتير جدا جدا كانت عناصر موجوده لان انت ممكن تفوز بالفنيات وناحيه القياده رغم كل التحديات اللي كانت موجوده. بس انا عايز اقول حاجه، ده مش الطبيعي، ده استثناءات يا جماعه. صح. ده من الزمالك ده استثناءات. صح. انت المفروض الطبيعي انك بتفرش لكل الناس ورد ورمل عشان تحقق نتائج. صحيح.
وده اللي بنشوف فرق كتير حوالينا سواء جوه او بره مصر كمان. صحيح. الناس كلها صفقات وتعمل وتسوي وتفرش ومعسكرات، ولكن اللي حصل السنه ده استثناء مش ده طبيعي. صحيح. فيعني اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه، اتمنى يا رب ان مع فتح باب القيد ما يستخدمش استخدام يعني مش الامثل. محتاجين يدخل عناصر قليله جدا وفقا لاحتياجات المدير الفني. باكد وفقا لاحتياجات المدير الفني، علشان الرساله اللي شفناها السنتين اللي فاتوا باقل اموال واقل تمويل لفريق يعرف يحصل بطولتين، ده يديك مؤشر ودلالات ان ساعات ما بيبقاش بحجم الفلوس بس، ساعات باداره الملفات برشد ممكن الفريق يبقى كتيم جماعي اقوى من فرديات بكتير، ومن صحيح. من اسامي فيها سكواد كبير جدا جدا. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن محمد ابو العلا، انا بشكرك شكرا جزيلا مره اخرى، مليون مبروك فوز نادي الزمالك بالدوري هذا الموسم.